احتضنت القاعة الكبرى بجامعة أنجمينا فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بنظام شبكات الإنترنت، وقد تم تنظيم هذه الدورة من قبل مؤسسة أفريكا نتورك العاملة في مجال تطوير الإنترنت بالتعاون مع وكالة الجامعات الفرنكوفونية فريج. أحمد حامد عبد المجيد. احتضنت قاعة الإعلام الآلي بجامعة أنجمينا فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الإنترنت والشبكات الإلكترونية، والمنظمة من قبل أفريكا نتورك المتخصصة في مجال الإنترنت ووكالة الجامعات الفرنكوفونية فرع تشاد، التي تضم مختلف مراكز البحث العلمي التي تستعمل اللغة الفرنسية. هذه الدورة التدريبية ضمت المهندسين في مجال الإعلام الآلي والتابعين لمختلف الشركات التجارية والشركات العاملة في مجال الاتصالات. الهدف منها التدريب والتكوين في مجال نظام APV6، وهو نظام حديث خاص بشبكات الإنترنت يتيح استعمال عدد هائل من المواقع الإلكترونية، وهو الأكثر استعمالاً الآن في معظم الدول المتطورة. هذا ويشارك في أعمال هذه الدورة التدريبية خبراء ومدربين أجانب متخصصين في مجال الإعلام الآلي والإنترنت، وستستمر فعاليات الدورة حتى 18 من هذا الشهر.